اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار. النجم الكبير كابتن فتحي، ازي حضرتك؟ كابتن اسلام، شرف ونور. ده نورك، وحشتنا بقى لنا مده ما شفتكش. الله يخليك ربنا يخليك. النجم الكبير كابتن ابراهيم عبد الصمد، ازي كابتن ابراهيم؟ كابتن اسلام، ازي كابتن حبيبي؟ انت اللي وحشنا والله، بقى لنا مده ما شفناكش. توحشوا الجمهور، الناس كلها بتبقى مستنيه. ربنا يخليك يا حبيبي، انا اسعد بوجودك. ربنا يخليك يا كابتن. النجم الكبير كابتن احمد بلال، ازيك يا بيلو؟ دايما اقول له انا انت الوحيد اللي اقدر اقول لك يا بيلو، هو وسامع حسني. ازيك يا بيلو؟ وحشني. خليك يا رب، الحمد لله. منور دايما. خليك يا رب حبيبي. كابتن فتحي، خليني ابدا مع حضرتك بما يحدث مع النادي الاهلي. النادي الاهلي وخليني وحضرتك معايا استغل حضرتك، انا اسف يعني، في خبره كبيره جدا جدا في تنظيم البطولات وتنظيم اللوائح وتنظيمها وكذا وكذا وكذا. هل الكلام اللي احنا شايفينه خلال هذه الفتره ممكن يبقى فيه احسن منه يا كابتن فتحي ولا لا؟ بالنسبه لتنظيم الدوري واللوائح والقوانين وكذا وكذا وكذا، انا عارف ان حضرتك في الحاجات دي يعني حاجتك شغلك. شوف يا كابتن اسلام، هو مش موضوع ان يبقى فيه احسن منه، هو اصلا ما فيش حاجه عشان يبقى احسن منها. فعلا؟ اه طبعا. بمعنى ايه يا كابتن؟ بمعنى ايه؟ ان الناس متخيلة ان تعمل جدول، تخش على الكمبيوتر يركب لك الفرق وخلاص، يلا العبوا مع بعض. بالظبط، ما هو ده اللي اتعمل. ايوه، ما هو ده اللي احنا شايفينه وعارفينه. هو ده، ما هو ده مش الجدول بيتعمل كده. جدول لها شروط ولها مقاييس ولها ظروف. ده علم. جدول المسابقات لاي بطولة 18 نادي او 16 نادي او اي بطولة لها فكر كتير. بالمناسبه اتفضل. يعني اللجنه، يعني لجنه الاتحاد، اللجنه الخماسيه او اللجنه الخماسيه او لا، بنشكرها من قناه الاهلي في حاجه. في ايه؟ احنا هنا ندينا ان احنا الوقت الاضافي اللي هو النص ساعه ما يتعملش في كاس مصر. صح. في بدايه بتاع والحاجه لغوها. صح، حاجه. صح. يعني فدي بنشكرهم، ناس فعلا الكلام ده ما يتعملش فلغوها، واحنا قلنا هنا بقناه الاهلي قلنا ما يصحش كده. لكن نيجي بقى للجدول. يمكن برضو من هنا لما هاجمنا او قلنا الجدول ده، مش هاجمنا، قلنا انتقدنا او قلنا راينا ان الجدول ده غلط، وضعه غلط. غلط ليه؟ بماتش بدأناه، ماتش الاهلي لما كان هيلعب في اسوان، واللاعب هنا كان بيلعب مع الانتاج. بدأ سموحه وبعد كده الانتاج وبعد كده اسوان. الانتاج، وقلنا ان هيسافر ففيها سفر وهيركب طيارة وهيروح يلعب هناك الساعة 3. قلنا هذا الكلام وكان خطأ. نفس الكلام ده كان المقصة. مزبوط. المقصة كانت رايحة الجونة، فبرضو بعد ما لعبت ماتش بالليل سافرت تاني يوم عشان تروح المقصة. إذا الميزان بتاع الجدول إنك تشوف كل الفرق هل الناحية العلمية مظبوطة عليهم ولا لأ. ماتش الاهلي مع اسوان غير مظبوط، ماتش الجونه مع المقصه غير مظبوط، ماتش الجونه الجونه مع المقصه برضو ما كانش مظبوط. ليه؟ الميزان مش مظبوط. ميزان ايه؟ يعني اشوف فتره الراحه اللي هي بين الماتشات، الساعات قد ايه، السفر قد ايه، لان ده مجهود على اللاعبين. وزي ما قلنا ودايما نقول، قانون كره القدم وضع لحمايه اللاعبين، والمسابقات بتستمد المسابقات اللي احنا بنعملها بتستمد طاقتها من او بتستمد فكرها من اللاعبين ازاي، من 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 الجداول او من القانون. هل زمان يا كابتن اسلام كان في وانتم بتلعبوا والجواب كان هو هو، احنا معلومه لنا كلنا درجه حراره الانسان 37 طبيعي كلنا في اي بلد، في الشتاء في الصيف في الحر في الاسكيمو هنا 37، لكن درجه حراره الجو بتختلف. طيب لما جه الاتحاد الدولي قال لك ان بعد نص ساعه في كل مباراه وقف ودي ميه للفرق، هل ده كان موجود زمان؟ لا. طب ما الكره هي هي، بس الدنيا بتتطور. بتتطور. فطالما احنا بتتطور احنا كمان نطور نفسنا. مظبوط. تقول لي طب ده هيفيدني في ايه؟ هاخد انا الحته دي اللي انا بقول عليها. اول حاجه، في حاجتين يعني في الجدول ده مش مظبوط. انا في بلد ظروفها متغيرة، الظروف المتغيرة دي تخليني أعمل جدول بنظام متغير يتناسب معاها. تقول لي يعني إيه؟ يعني أنا هلعب الدور الأول 17 مباراة، في الدور الأول في نص المباريات يعني بعد الأسبوع الثامن أعمل أسبوع فاضي،
بعد الاسبوع الاخير من الدور الاول اعمل اسبوع فاضي، بعد الاسبوع يعني بعد نص دور تاني اعمل اسبوع فاضي. تقولي ثلاث اسابيع هتعمل بيهم ايه؟ لا هعمل بيهم حاجات كتير قوي لو انا عايز اطور كره القدم المصريه. حاجه من اتنين، اي مباراه افرض مطر نزل، سيب ماتش الاهلي والزمالك لظروفه، مطر نزل وسيول والماتش ما اتلعبش، هتلعب امتى الماتش؟ هتقول اللجنه هتجتمع وهتقرر. هتقرر امتى؟ هتقرر بمزاجها. ممكن الفرقه دي عندها لعيب عنده انذارات هيتوقف، ممكن اللعيب ده عنده لعيب مصاب هيتوقف، فيقول لك ايه استنى بقى اخرها له شويه لغايه الانذارات دي اللعيب ده يلعب او اللعيب اللي كان مطرود ده يلعب فيبقى له. اذا العداله غير موجوده، اصبح في شيء حتى لو هم صح اصبح شيء انت لازم تكون دارسها. يبقى معروف بعد الاسبوع السابع يا جماعه اي حاجه هتحصل في الماتشات دي كلها هتتلعب في الاسبوع ده، يبقى الاسبوع ده فاضي. نيجي للفرق، احنا عندنا لما عملوا الاتحاد الدولي عمل الفيفا ديت، ايوه عملها عشان يطور المنتخبات. طب الاتحاد هنا لازم يطور الانديه، ليه ما نعملش زي زمان الفرق ريال مدريد تيجي او مثلا الزمالك يجي، الفرق الاهلي يجي في الاسبوع الفاضي لو انت ما عندكش ماتش، يبقى اذا لو ما عندكش ماتش مؤجل ماتش مؤجل او عندي ظروف يعني. اذا برضو حضرتك معلش خلينا برضو نفهم او نتكلم مع الناس في هذا او نتناقش، ان حضرتك عايز تعمل بعد كل نص دور تعمل اسبوع، الاسبوع الفاضي ده، الاسبوع الفاضي ده يتم فيه طوارئ، الطوارئ اللي هو المؤجلات وكل ما يحدث خلال الثمان اسابيع السابقه. يتم ترتيب المؤجلات اذا كان هناك مؤجلات في الثمان اسابيع في هذا الاسبوع، في نفس الاسبوع ده. فاذا في الحاله دي هتلاقي نفسك انت بتلعب ريال مدريد، بتلعب ليفربول، بتلعب لو انت ما فيش مؤجلات، لو ما عندكش بس الاسبوع هتستغله. اذا انا رفعت الكره المصريه وطورتها، او حصلت مشكله بقى نرجع بتاعتنا زي مشكله الاهلي والزمالك، اجي واخد الاسبوع كله حاطه في الاسبوع المتاجل ده، الاسبوع كله اما خلاص اخدتهم كلهم على بعض على اساس ان يبقى في عداله، يبقى اللعيب ده الفرقه دي هتلعب ده بعد ده وده. ما كابتن فتحي انا اسف لكن هو ده اللي دايما النادي الاهلي بيطالب بيه، هو ده اللي احنا بنقوله العداله. يعني هو النادي الاهلي مش لاعب اسوار خلاص والماتش انتهى وكل حاجه انتهت ولعب اسوان الساعه 3 الظهر بعد اقل من اقل من 72 ساعه، اقل من 72 ساعه، مش كل ده انتهى والاهلي كسب خمسه عارف الناس تقول لي ايه يا عم ما انتوا كسبتوا خمسه اللي ما بيشجعوش النادي، انتوا كسبتوا. لكن هي القصه مش كده، النادي الاهلي دائما ما ينظر الى العداله ومبدا تكافؤ الفرص. بس احنا انت زي ما تفضلت وقلت في خلال الساعه في الانترو قعدت تقول لوائح ونظم وكده ونظام، الغرض منها ايه؟ تطوير كره القدم، ان النادي الاهلي عايز النظام. فاحنا بنكمل الرساله، احنا مش قاعدين هنا ايه نشتم او ننتقد او نقول او كده. اذا اللجنه ينقصها الخبره الميدانيه في التطبيق. مظبوط. في عندهم ناس افاضل، ناس كده، الصداقات. الصداقات والعلاقات كان لها دور في تشكيل اللجنه. دي لجنه محترفه. محترفة يبقى تطبق لي الاحتراف، أجر يا كابتن، يبقى أنت طبق لي الاحتراف. فين الاحتراف؟ الاحتراف غير مطبق لأنك أنت ما عملتليش الكلام اللي أنا بقوله ده. حاجة تانية لو يعني عشان أكمل، أنا بس عايز يعني أقول حاجة كده بس عشان الكابتن يكمل يعني ويسرد الكلام عشان ما انساش. بس هو كابتن قال حاجات مهمة جدا ووقف عند حاجة أهم من في الموضوع يا إسلام. يا بلال، حتة الخبرات. هذا لما بيبقى في عندي أزمة حقيقة في الكرة في مصر، انت بتدور على مين؟ بتدور على الناس اللي عندها تجارب، صح، بتدور على الناس اللي عندها خبرات، بتدور على الناس اللي عاصرت المواقف دي يا كابتن عشان تقدر تحل الازمات اللي انت فيها. تمام؟ فبالتالي هي طريقه الاختيار في الاول وفي الاخر. انا بختار مين؟ مفترض لما يكون عندي مشكله حقيقيه بختار الناس يا كابتن اللي تقدر تدير المنظومه صح. المفروض ان الناس اللي عندها الخبرات اللي تقدر تؤهلك انك تعمل منظومه جيده ما فيهاش اي مشاكل خالص. انما النهارده يا اسلام يعني كل الناس اصحابنا واخواتنا وافاضل، لا ملهاش علاقه، ملهاش علاقه بالموضوع. لكن انا النهارده لما جيت ادور اجيب، لا وعلى فكره يا بلال وانت بتتكلم انت في بعض الاوقات بتسقف لهم. بالظبط، عملتوا حاجه مش مشاكل. بالظبط يعني احنا بس بنتكلم في حاجه مهمه بس يا كابتن، الا وهي انا النهارده لما جيت اجيب يا اسلام دورت على الناس اللي اشتغلت معايا في بطوله افريقيا، تمام، في تنظيم بطوله افريقيا. وطبعا معروف بطوله افريقيا اتنظمت بشكل وحاجه
جميل. لكن انت النهارده بتتكلم في دوري كبير، دوري محترم بارقام كبيره جدا، تمام، وبتتكلم في فترات مؤقته لاداره الدوري، وعندك مشكله منتخب، عندك مشكله انديه، عندك ازمات مع الانديه، عندك مشاكل امنيه في البلد. فالنهارده عشان تشتغل الحته دي بشكل كويس لابد ان انا اجيب الناس اللي درست القصه دي واللي اشتغلت في الحته دي واللي خاضت التجارب دي عشان تقدر تنظم لي بطوله محترمه، عشان مش من اول موقف هيحصل يحصل صدام بين الانديه وبعضها. النادي الاهلي السنه اللي فاتت كان عنده مشاكل مع لجنه مسابقات بقالها 10 سنين، مظبوط؟ حصل؟ مظبوط كتير جدا. الاتحاد اللي عنده خبرات كتيره جدا كان عندنا مشاكل معاه كتيره جدا في اداره المباريات وتاجيلها ونظام البطوله وما الى ذلك، حصل. لا طيب. والنادي الاهلي لما اصدر بيان السنه اللي فاتت يعني اخر السنه اللي فاتت يعني اخر الموسم الرياضي يعني الموسم ماشي معاك السنه اللي فاتت يعني كدوري يعني كدوري كان عنده مشكله كبيره. فبالتالي يا كابتن لما الاتحاد يمشي وتفكر انت كناس تجيب حد يدير المنظومه، لازم تبص الاول الناس اللي بتدير خبراتها، تجاربها، علاقاتها، مدى البعد الفكري اللي عندها، هل الناس دي اشتغلت في المجال ده ولا ما اشتغلتش؟ انا اسلام بديل لفتره مؤقته، تمام؟ عايز في الفتره المؤقته دي تصلح ما افسده الاخرون. فبالتالي الانتقاء هو رقم واحد يا كابتن، انا مع احترامي كل الموجودين كلهم اصحابنا وحبايبنا وبنحبهم وما الى ذلك، ولكن انت بتحط عليهم عبء قد يجوز العبء ده يعني اكبر بكتير جدا بالظبط من مقدرتك. انا نظمت بطوله افريقيا حاجه لمده اسبوعين شهر، لا وبعدين كان معاك حاجه وسقفنا لك والدوله اشتغلت وكل الناس اشتغلت كل حاجه، لكن انت بتتكلم في حاجه بقى فيها صراعات كتيره جدا، فيها صراعات ما بين الجمهور وبعض، فيها صراعات ما بين الانديه، مش صراعات يعني غير المحترمه، انا بتكلم صراعات داخليه الطبيعي اللي بيحصل في كل الانديه في العالم. فيها مشاكل توقفات كتيره جدا، وفيها لعيبه ناس بتعمل في فرق فتنة. طبعا في فرق بتلعب في افريقيا وعندها مؤجلات كتير، في لعيبه بتطرد، في فار مش موجود، في مشاكل تحكيميه كتيره جدا. فبالتالي انت بتسند امر ثقيل جدا يا كابتن على ناس انت بتختارهم عشان انت بتحبهم، عشان انت شايفهم ان هم ممكن بعد كده يكونوا مؤهلين، ممكن في بعض في فتره من الفترات. بس طعمهم بقى ادي يعني طعم بشويه يعني النهارده اسلام يعني كل الناس اللي موجوده ما مدى التجربه الحقيقيه بتاعتهم في قيادات الاتحادات او اللوائح او خلي بالك أو لا مطلوب ان هو يكون دائما الدافع بالشباب ده مطلوب جدا مطلوب. لكن انت مثلا في حاجه زي لجنه المسابقات دي انا وجهه نظري انت كنت تجيب حد عايز حسام الزناتي على فكره من الناس اللي احنا مش بنعيب في حد خالص على فكره ناس كويسه لكن لا. هو في الاخر يا جماعه ما هي هو دي المقدره ان هو تجربه بالظبط مش الكمبيوتر اداله كده الكمبيوتر بس هو كان ممكن تجيب حد معاه وهو يبقى النائب بتاعه يتعلم منه يعني مزبوط. انا مش عايز اقول الكابتن يعني ما أنا لكن انا بتكلم في عشان عنده خبرات وعنده امكانيات كبيره وعنده افكار ما تجيبش حد هاته وعلى فكره واحد زي الكابتن فتحي ده مثلا بيعمل ايه بيعلم اجيال اساسا يعني هي حياته تعليم صحيح. الاجيال صحيح. فبالتالي ما تجيب واجيب جنبه وجيب حد جنبه يتعلم ويتعلم ويبقى بعد كده السنه الجايه ولا اللي بعدها هو اللي ماسك هو ده الطبيعي المفترض انه يحصل ان اللجنه كلها بتكلم بس اسلام معلش اللجنه كلها اديني حد من ذوي الخبره وذوي التجارب اشتغل في الحته دي انا هتكلم يعني على يعني هركز انا اسف لا يوجد احد حط اثنين ثلاثه حط اثنين كبار عندهم خبرات وحط ثلاثه تحتيهم زي ما انت بتقول صح تمام كده. ممكن يكونوا كواليفايد مؤهلين ان هم يتعلموا كابتن ويعملوا الحته دي انما اجيب لجنه بالكامل كل امكانياتها ان هي اشتغلت في بطوله مدتها شهر حتى وان كانت البطوله بطوله لا الدوله كلها كانت شغال عليها تمام مظبوط انت كلامك صح يعني بتكلم حتى في الفتره الزمنيه وما فيهاش مشاكل يعني الامور سهله الناس كلها مبسوطه سهلة وبسيطة يعني بالظبط احنا مبسوطين وسعداء جدا مع ان البطوله جماهيريه من وجهه نظري الشخصيه هي فشلت لان انت لما منتخب مصر بس يحضر له كل الجمهور الباقي ما فيش يعني جماهيريا يعني فيها كومنتي فيها تعليق يعني ولكن هي دي الفكره اللي بتكلم فيها حط الخبره وخلي الناس تتعلم منه هو ده اللي انا اقصده هركز على نقطتين برضو من حضراتكم برضو حته الانتقاء الاول لما بتيجي تنقي تتكون فرقه كوره الانتقاء الاول ان انت بتنقي لعيبتك اللي بيصلحوا ان انت يحققوا لك الهدف بتاعك وانت بتنقي بقى وانت بتنقي اللجنه الخماسيه الانتقاء كان لازم زي ما بيقول الكابتن احمد كان لازم يكون في حته الخبره هنحط نقطه ثانيه برضو حته الكفاءات اللي هي دي مشكلتنا في مصر في كل المجالات سواء الرياضية او الشركات كل واحد بيجي بيحط اصحاب المنفعه مش اصحاب الكفاءه وبالتالي اغلب
اغلب مشاريعنا كانت غير موفقه، لان انت بتحط اصحاب المنافع والمصالح الشخصيه اللي بتخصك اللي انت هتستنفع بيها، بتحط الناس اللي ينفعوك. اول ما بتدخل المصالح الشخصيه في عمل اكيد بيفشل، لو تحط اصحاب الكفاءه الموضوع بيبقى عادي جدا. ونقصها هنقصها في كل المجالات لما تحط، معلش انا هدخل في سكه تانية برضه عشان اوضح حته الكفاءات، لما بتيجي تحط مثلا جهاز تدريبي في اي نادي من اصحاب الخبرات اكيد بيقدموا لك نتائج ممتازه انت بتسعى ليها. لما بتحط بقى اصحاب المصالح الشخصيه والمنافع الشخصيه اكيد بيبوظوا لك الدنيا، بيبوظوا لك القطاع اللي انت بتشتغل فيه، وبالتالي المنظومه عمرها ما هتنجح طول ما احنا بنحط بننتقي غلط وبنحط بنشيل اصحاب الكفاءه من اي مجال احنا بنشتغل فيه. وبالتالي انا مع الكابتن احمد ومع حضرتك، لازم الخبرات تبقى موجوده، الشباب اهلا وسهلا بيهم، عينينا ليهم واحنا بنقف وراهم في اي مجال، اصحاب الخبره بتقف ورا الشباب عشان تزقهم ويعتلوا المناصب، انما لازم يبقى يستفيدوا من اصحاب الخبره وهم موجودين معاهم. كابتن يبقى كده هنفيد ولا استفيد؟ بيدوروا على كبير، ده بالبلدي كده، لو احنا في البلد واحنا قاعدين كده في الفلاحين بقول لك اللي ملوش كبير بيدور على كبير. هكلم نقطه معلش يا كابتن اسلام. اتفضل يا كابتن. فيها حاجة تانية، وانت بتكملة للكلام اللي انت قلته، اللوائح، ان لغاية دلوقتي ما تبعتش لوائح وما تبعتش كده. في حاجة اسمها يمكن تسمعوها كتيب الالوان. ايه هو كتيب الالوان؟ كتيب الالوان في تاريخ، مع احترامي، الاتحاد المصري لكرة القدم حتى الان لم يقدم لنا في خلال السنوات السابقة، المجال السابقة او حتى المجلس الحالي، كتيب الالوان. ايه هو كتاب الالوان ده؟ انا ليه هتقول بنلونها يعني؟ لا، هتقول بتقولها ليه بالظبط؟ لان دي بتحميني من مشاكل. ايه هي المشاكل؟ لما بلعب ماتش المنتخب مصر وبوتسوانا والماتش يتاخر 5 دقائق 7 دقائق، ليه؟ عشان الشرطات، الشرط الاسود والابيض، وبوتسوانا عايزه تلبس كله ابيض، فاحنا لازم نغير الشرط نلبس اسود. اما نيجي نلعب السعوديه منتخب اولمبي، ابص الاقي المنتخب السعوديه لابسه كله ابيض واحنا لابسين الاحمر ابيض اسود، لا لازم اغير الشورت بتاعي. قعدنا قد ايه؟ 10 دقائق كمان في التغيير ده، دي منتخبات مش انديه. السنه اللي فاتت لو تتذكروا احنا مع النادي الاهلي مع بتروجيت، كان في تقريبا في ديسمبر 2018، حصل ايه؟ الماتش اتاخر تلت ساعه يا كابتن اسلام، تلت ساعه عشان الفانيلات انها مش مظبوطه. طب تقول لي عشان كده بقول لك كتيب الالوان. الاتحاد يبعت، ما هو لما اول ما قالوا لي ان احنا هنمشي على النظام العلمي والنظام اللي هو مظبوط، قلت فرحت وتفقنا وقلنا هنا كل الكلام ده، يبقى كل حاجه تتطبق. هيبعت لي كل الانديه 18، ابعت لي اللون الاساسي واللون البديل. اللون الاساسي بتاعك ايه واللون البديل؟ ولون حارس المرمى الاساسي ولون البديل. يجوا الاتحاد كل الداتا دي، المعلومات دي تتكتب، ويتكتب الماتش بقى، الجدول بيتعمل، الماتش ده الساعة كذا، مين صاحب الملعب؟ مثلا النادي الأهلي هيلبس ايه الأساسي؟ أحمر أبيض أحمر، خلاص يبقى ده لبسه. حارس المرمى بتاعه هيلبس ايه؟ هيلبس كذا كذا كذا. جايب الفرقة اللي قدامه عندها لونين، هختار الألوان اللي هي لا تتصادم مع لبس النادي الأهلي، يبقى قلت لفرقة الخصم. طب وبعدين هقول للحكام تلبس ايه؟ يعني انت يا حكم لما تيجي بجد يا كابتن بتهزر؟ لا ده اسمه كتيب الالوان. بتكلم بجد يعني؟ طبعا. اذا كنت هل الكتيب ده توزع على الانديه؟ كتيب الالوان؟ يا كابتن ده اللائحه اللي احنا شغالين عليها. ما هي دي اصل انت يا كابتن عارف يعني مثلا زي ايه؟ مثلا بقول لحضرتك ايه؟ ان كوبايه الميه دي بتاعتك وبتاعت بلال، دي اصل موجوده من السنه 2012 2013 وشغالين عليها، لكن انا هاخد شويه الميه اللي عند بلال واحطهم في الميه بتاعتك ونعمل خلطبيطه كده وتبقى ايه؟ ميه حلوه. هو الدنيا ماشيه والله بجد يا كابتن. اللجنه الخماسيه حاجات غريبه جدا، انا كنت متوسم خير أيوة جدا جدا. لما قلنا ان دي هتمشي علميا يبقى هو ده العلم، لسه ما كملتش. يبقى انا حددت اللون الفرقتين، حددت لون حراس المرمى، هتقول لي بتعمل كده؟ ما حصلت المشكله،
حصلت مع منتخب مصر الكبير ومنتخب مصر الصغير، حصلت الاولمبي، حصلت معانا في بتروجيت الموسم السابق. طيب هتقول لي ايه تاني؟ هقول لك ان الوان اللعيبه البول بويز، اللعيبه اللي بتلم الكور، اكتب انهم هيلبسوا لون ايه عشان ما يلبسوش لون من لون الفرقتين، يعني ما يجيليش يبقى هم لابسين احمر والنادي الاهلي بيلبس احمر، او لابسين ابيض وفريق الزمالك لابس ابيض، يبقى لازم لابسين لون يختلف عن الوان الفرقتين. الكتيب ده يتعمل وكده ويتوزع على كل انديه ال 18 نادي ومعاهم مع لجنه الحكام، يبقى يوم المباراه معروف كل واحد لبسه ايه، هلبس الاحمر، هلبس الاخضر، هلبس الازرق، الحارس المرمى بتاعي هيلبس ايه. ده احتراف، انا بتكلم شغل احتراف، وفي لجنه تدير محترفه، واحنا عندنا اسمه دوري المحترفين، يبقى دوري المحترفين يطبق. هل الكلام ده بيتطبق؟ ما بيتطبقش. طب ما تقوليش بقى دوري المحترفين، يبقى اذا كل المشاكل اللي عندنا دي صناعه بايدينا. بس حلو كتيب الالوان دي يا كابتن، صناعه مصريه. والله يعني ما هو ده كلام منطقي جدا. خلي بالك كلام بسيط يعني، صح، لا يحتاج الا الى التطبيق. صح، ان انا هجيب هعرف الالوان ايه يا جماعه السنه دي للنادي الاهلي ونادي الزمالك ونادي الاسماعيلي. هعرف الالوان، انا هروح للجنه الحكام اقول لهم يا جماعه قولوا لي الالوان بتاعه الحكام ايه، تك تك هظبط. حتى البول بوي اللي هم الولاد اللي بيلموا الكور نفس الكلام، فبنقول تك 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 ترتبت. شكرا، ده خلصت من موضوع كبير جدا. ده انت تحدد لمن يريد التعلم، لمن يريد التعلم. ده انت هتحدد مين على فكره؟ كابتن فتحي مش عايز حاجه، كابتن فتحي عايز يودي لحضراتكم مش كتالوج نمشي عليه مثلا خلال الدور الثاني. ماشي، هو كابتن اسلام مش كابتن فتحي، هو قناه الاهلي. قناه الاهلي اللي انا جزء منها. تمام، مش انا، قناه الاهلي، لان هي جايبه الكوكب. كابتن فتحي ويمثل قناه الاهلي في هذا الموضوع. هو ولو محتاجين برضو يا جماعه على فكره، كابتن فتحي مش هيبقى يعني، احنا ما عندناش اعتراض ان كابتن فتحي ما يجيش الاستوديو اللي جاي يقعد مع حضراتكم، ما عندناش مشكله. هو ما عندوش مشكله. في كمان ممكن تحدد الوان البدلاء بتاعك اللي قاعدين بالساعات بتبقى لابسين القمصان، تحدد لهم انت فرقتك النهارده هتلبس قمصان كذا، يبقى يا عم خالف، يبقى لجنه للانضباط يا عم حارس بتاع النادي الاهلي، انت هتجيب لي الفرقه دي كذا هتلبس، وانت هتعمل كذا، والمدربين اللي بره هيبقوا لابسين كذا عشان يبقوا مخالفين عن الفرق اللي قدامك. وهو الكلام ده هو ده شغل الاحتراف، فده اللي احنا توقعناه. فاذا انت بتقول لي، طب بتقول لي الكلام ده ليه؟ ما انا بقول لك دي هتعمل مشاكل اذا كانت مع المنتخبات، عملت مشاكل يعني من فرقتين. من كام سنه كده كان في ماتش الاتحاد وامبي في الاسكندريه، اي حد بيتفرج على الماتش والله بلال يا كابتن ابراهيم، الفرقتين الاتحاد لابس اخضر وامبي لابس بترولي، في الماتش من بعض تحس ان صح. ان الفرقتين يعني انا اسف على الشاشه، على الشاشه تحس ان الاثنين، ما هو انت برضو الالوان اللي انت بتلعب بيها معموله عشان الشاشه، عشان الناس وانت بتتفرج. ده اساسي لازم تراعيها يعني، لانك مش ابيض واسود، انت دلوقتي الالوان. ولعبوا شوط كامل يا كابتن، والحاجه كان لابس اسود، فلعبوا شوط كامل، شوط كامل احنا مش شايفين حاجه. انا كنت بقى في الماتش في احدى القنوات في الماتش ده وبحلل الماتش، قلت لهم يا جماعه انا مش شايف حاجه، مش عارف احلل. طبعا يعني الحاجات دي كلها الناس بتفتكرها بسيطه، لكن الناس دي الحاجات دي بتعمل مشاكل. فاذا احنا وجدنا روشته الحل، حل اللي احنا الموضوع ماتش اهلي وزمالك جه طارق، لو انتم عاملين الجدول صح، لو انتم محترفين صح، وعندنا الوقت صح، كان الاسبوع كله اتنين خلاص ولا حد يتكلم، وتبقى معروفه من الاول. بعدين في نقطه مهمه قوي، الناس اللي بيغيروا مواعيد الجداول والماتشات وكده، في نقطه تدريبيه مهمه جدا، عشان ندخل في سكه ثانيه بقى حته التدريب. المديرين الفنيين بيتلخبطوا، لان في وحدات تدريبيه مقننه طول الاسبوع، يعني انا عندي ماتش في اليوم الفلاني، انا بقنن الاسبوع بتاعي، حمارن النهارده ايه، حمارن صبح وبعد الظهر، حد قوة، حد سرعه، حد تحمل، حد كذا، حد كذا. لما بتيجي تغيري لي السيستم ده وتغيري لي مكان ماتش في حته تانية، انا البرنامج بتاعي، البرنامج أكيد. الفني بتاعي بيتلخبط، انت كمان بتلخبطني، انت بتطالب مني مستوى، وان انا اقدم لك لعيبه للمنتخبات وانا اعمل لك كذا، وان انا اطور الامكانيات بتاعه اللعيبه، عشان كده بنجيب مدربين اجانب يطوروا
لاعبتنا، انت كده بتبوظ لي البرنامج اللي انا عامله كمان. انا يعني كده شغلي كمان هيبوظ، يعني الشغل الاداري هيبوظ الشغل الفني. فانت لازم تبقى الامور متفق عليها من بدري، وما تغيريش كل مره تقول لي لا ده الماتش ده هننقله في الحته الفلانيه، لا الماتش ده هنجيبه هنا الماتش. طب يعني الحقيقه الاجازه انت راجل بيد، ما بقولش انك بتاخد ده رزق من عند ربنا، انت لا بتاخده. يعني ايه ما بتقولش يا كابتن؟ بياخدوا مرتب. ايوه انا اللجنه يعني الخماسيه خلاص تدير الاتحاد كلهم بياخدوا مرتب ده ربنا سبحانه وتعالى. بياخدوا مبلغ من الفيفا. ده رزق بتاع ربنا سبحانه وتعالى. اللي يتبرع بيه يتبرع. اللي يتبرع عايز يتبرع، بس انا بقول حقيقه ده محترف. اذا عاملني باحتراف زي ما الاتحاد الدولي بيعاملك باحتراف، انت عاملني طورني، حسسني ان في حاجه جديده ما بتتعملش قبل كده. الكلام على فكره يا كابتن اسلام اللي احنا بنقوله ده ما كانش حتى بيتعمل قبل كده، لكن احنا ليه ما نعملش؟ وليه ما نعملش الاسابيع اللي هي جدول؟ طالما حطيت طوب خلاص اتلخبطت الدنيا، شلت بقى جبت لي دي مع دي، وجبت الفرقه دي قبل دي، وجبت الفرقه ده هنا، فانت لخبطت. فكل اللوائح اللي تفضلت انت فيها وقعدت تتكلم فيها من الاول، فين اللوائح؟ لان النادي الاهلي نادي بيبص اللوائح. هو كابتن انا عايز برضو حضرتك اسال حضرتك سؤال، ومعلش يا جماعه اعذروني برضو مع كابتن فتحي، ان انا عايز اسال سؤال في النقطه دي تحديدا، اللي هو ايه؟ لو في لائحه قديمه ولائحه، ومن المفترض ان يكون هناك لائحه جديده، انا خدت من اللائحه الجديده دي بندين ثلاثه وطبقتهم، هل اللائحه القديمه يبقى ليها لازمه؟ لا انت قلت لا، وفي نقطه بدون غير القديمه، انت قلت في اللائحه الجديده ان كل اللوائح اللي قبل كده تلغى، دي مكتوبه انت قلتها. يعني اللائحه دي هي اللائحه المعتمده اللي هتمشي عليها والباقي كله هيلغى. هي بس فيها نقطه برضو دفاع، هل هم بعتوا للانديه وقالوا لهم ان احنا هنغير كذا؟ ما بعتوش للنادي الاهلي مبدئيا، بعتوا لا بعتوا للانديه قالوا لهم، مش هم قالوا هناخد رايكم في اللائحه الجديده عشان تقولوا لنا؟ هل ده تم؟ انا سالت معظم الانديه طبعا، او اربع خمس ست انديه، كلمت ست انديه قالوا لي لا ما جالناش حاجه. إيه ولكن انا ماليش علاقه يعني مفيش لوائح يا اسلام اصلا؟ لا يعني اللائحه هم عملوها. ايوه اللائحه احنا حضرتك يوم 10/6/2019 الاتحاد المصري الجديد او القديم بعت واصدق وقال لك ايه؟ بيصدر بيان يؤكد انه بصدد اعداد مشروع. لا مش انا اللي بقول ده، هو يعني بيان رسمي. ده القديم، ده القديم او جديد بقى القديم. هو انت عندك اتحاد كوره ماليش علاقه بقى قديم ولا جديد. شوف بيقول لك ايه. يصدر بيان يؤكد انه بصدد اعداد مشروع لائحته المتكامله للمسابقات المحليه، يقوم مجلس اداره الاتحاد بمراجعتها مخاطبه الانديه لعرض مشروع هذه اللائحه قبل اعتمادها الموسم ايه؟ 19/20 اللي هو اللي احنا فيه. تمام. لم يتم ارسال مشروع اللائحه للنادي الاهلي. هفكركم بحاجه، احنا ماشيين على اللائحه القديمه قصدك؟ لا محدش ماشي على اللائحه القديمه. لا مش ماشي على اللائحه القديمه، هو بعت ده اخر بقى حاجه بلا حصل. يعني هو دلوقتي بعت كابتن بيقول انا بعمل لائحه جديده بس ما بعتهاش. يبقى انت كده ماشي على القديم. لا لغايه ايوه صح، يبقى انت ماشي على القديم. لغايه لما حصل ايه بقى؟ قبل الدوري بقى معلش يا كابتن، حصل حاجه جديده لغايه لما حصل ايه بقى؟ يوم 1/10 سوري يوم 20/9 النادي الاهلي يستلم نظام وشروط مسابقات الدوري العام لموسم 2019/2020 فقط، متضمنه نظام وشروط مسابقه الكاس والسوبر ومنشور تعليمات القيد فقط. يعني لغايه اللحظه دي انت صح كلامك مظبوط، ولكن يوم 20/9 النادي الاهلي طالب يوم 10/6 ويوم 29/7 ويوم 14/9 ويوم 17/9 النادي الاهلي طالب بكل اللوائح. او انت هتعمل ايه في 2019؟ انت ممكن كان يبعت له يقول له ايه ازاي؟ ممكن كان يبعت له في الموسم الجديد يقول له ايه؟ احنا شغالين على اللائحه القديمه. اللائحه القديمه خلاص مظبوط، هو ده. لكن ما تبعتش اساسا،
اللي اتبعت للنادي الاهلي يوم 20/9 نظام وشروط ومسابقه الدوري العام لموسم 2019 اللي تم تفعيل لائحه منها اللي هو الجزء بتاع ال 50,000 اللي التاخير في اللائحه القديمه اللي هي 2013 10,000 اظن او حاجه كده كان 10,000 جنيه ان انت تتاخر يعني ايه انت الماتش الساعه 5 انت نزلت 5:10 او 5:05 عليك غرامه 10,000 عليك غرامه على اللائحه القديمه اللي هي 2013 اللائحه الجديده الغرامه كام 50 النادي الاهلي تم تغريمه 50,000 جنيه وبالتالي انت اذا دي اللائحه الجديده اللي بقى عليها مش هقول لائحه ولكن هقول ايه ده النظام الجديد النظام وشروط مسابقه الدوري اللي استلمها النادي الاهلي في 2019 اذا هي دي اذا هي دي اللي هنمشي عليها اللي اصل هو اللي قايلين لك ايه بقى هم الناس على الفيسبوك اللي هم الناس اللي ما بتشجعش النادي الاهلي قالت ايه بقى انت خسر النادي الاهلي هيتخصم منه 9 نقط وهينزل درجه ثانيه قصه كده غريبه عشان ايه بقى عشان لو ماتش الجونه ماتش الجونه انا ما قدنيش انا اللائحه دي مبعوث فيها ايه مبعوث فيها ايه قول يا نجم مبلغ 200,000 جنيه على النادي الذي ينسحب من المباراه واستكمل باقي المباريات بالاضافه الى تحمله كافه التعويضات عن الخسائر الماديه التي تعرض لها النادي الاخر المدار من الانسحاب سواء اعلانات نقل تلفزيوني الى اخره بالاضافه الى العقوبات المنصوص عليها باللائحه اه يعني مفيش 9 مفيش اللي هي انهي لائحه ما هو مفيش لائحه انت بتتكلم على لائحه برضه تاني لكن هي دي النقطه اللي بعتينها على فكره هي دي عملوا مزيج عملوا لائحه جديده ايوه وماشيين برضه باللائحه القديمه ما ينفعش ايوه هو ده الواضح دلوقتي اسلام قدام اللائحه القديمه دي ما هو انا برضه بتطلع وقت ما اللائحه القديمه الله ينور عليك اللائحه القديمه دي في انديه اللائحه القديمه بتقول ايه يا بلال بتقول ان هناك خلينا حاطين للناس برضو عشان اللي ما شافناش اول الحلقه يتفرج اللائحه القديمه في 2013 بتقول ايه يا بلال بتقول ايه يا كابتن فتحي كابتن ابراهيم بتقول ايه بتقول ان النادي اللي عليه حقوق وعليه ديون للاتحاد يبقى الاتحاد المصري لكره القدم يحق له ها الاتحاد المصري لكره القدم يحق له ايقاف نشاط النادي في الموسم التالي ويجوز استبعاده من سجلات الاتحاد في انديه احنا اكتشفنا الكلام ده مؤخرا ان في انديه ما دفعتش الفلوس اللي كانت مديونه بيها خلال الفتره اللي فاتت ولكن لم يتم تطبيق اللائحه اللي هي بتاعت 2013 عليهم انت ليه ما طبقتش اللائحه بتاعت 2013 على الانديه دي انا ما اعرفش هي الانديه ايه اسمها ايه لكن انت ما طبقتش الانديه دي على اللائحه دي في اللائحه دي انت ليه جاي دلوقتي بتقول ان انا هطبق على النادي الاهلي ليه ما بتطبقهاش على الانديه الاخرى هو ده السؤال اللي جمهور الاهلي بيساله هو ده السؤال اللي احنا وبعدين هل في حاجه اسمها ان انا اطبق البند بتاع ال 50,000 ده من اللائحه دي واشتغل على لائحه جديده وبعدين ارجع للائحه القديمه لا اشتغل على البتاع لا. على دي تلغي دي تلغي دي على طول صح ولا انا دي تلغي لا خلاص هات الجوابات برضه يا سمير معلش يا اسلام طالما عملت نظام واحده كده ورا بعض بيلغي ده بقى يجب ما قبله يعني بيلغي الحديث يجب القديم هو في فرق انا عملت نظام يا كابتن ايوه كده خلاص النظام ده يعني يجب القديم خلاص يبقى القديم ملوش خلاص حاجه الا لو انت قلت ذكرت انك ما زلت بتشتغل على حاجه لا حاجات محدده في النظام هي هتتقال بعد اذنكم هي ممكن تتقال تعديل في بعض المواد ما حصلش ايوه بس انا عايز اسال سؤال هو ما قالش تعديل معلش يا جماعه واحنا قاعدين بنتفرج برضو دي الجوابات والخطابات الرسميه والمراسلات الرسميه المتبادله ما بين النادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم في التوقيتات اللي انا قلت لحضراتكم عليها من يوم 10/6/2019 وبيان الاتحاد المصري لكره القدم في ذلك الوقت ايوه امام حضراتكم ثم 29/7 النادي الاهلي بيطلب رسميا جميع اللوائح المنظمه لموسم 19/20 و14/9 الاتحاد المصري بيرسل الجدول من الاسبوع الاول لل 17 من غير مواعيد ولا ملاعب 17/9 النادي الاهلي بيرسل مجددا طلب اللوائح قبل انطلاق مسابقه الدوري وبعدين 20/9 النادي الاهلي بيستلم نظام اللي احنا بنتكلم عليه نظام وشروط مسابقه الدوري و11 النادي الاهلي يرسل مجددا احنا عايزين اللوائح اللي هنمشي عليها يا جماعه فالخطابات اللي امام حضراتكم دي المراسلات الرسميه مش كلامي ولا كلام في الهوا ولا كلام بجعجع بيه على الناس ولا كلام بقول فيه حاجات كده ولا كده لا هو ده الكلام الرسمي او المراسلات الرسميه ما بين الاتحاد المصري لكره القدم وما بين النادي الاهلي. طب بالنسبه اللوائح دي حصلت لي انا حاجه شخصيه من لما كنت ماسك قطاع الناشئين كان الكابتن صالح هو رئيس النادي وكنا بنلعب جمهوريه وانا كنت ماسك قطاع الناشئين كنا اتاخروا قوي في اقامه المباريات وبعدين راحوا عاملين قضيده وما دعوناش فيها كنادي اهلي
وعملوا الدور الثاني دور واحد مش على دورين، وعملوا ان احنا هنلعب الزمالك في الزمالك، كنا بنلعب جمهوريه 17 و19، كان الكابتن احمد عبد ماسك فرقه، كابتن عبد الرحيم حسن ماسك فرقه. فقلت رحت للكابتن صالح كان ماسك رئيس النادي، قلت له يا كابتن في عندنا مشكله دلوقتي، مجلس اداره هو اللي يتدخل فيه. حكيت له الموضوع كذا كذا، وان كان الدور الاولاني كان على دورين والدور الثاني كان المفروض على دورين، وقال لي وعملوا لك ايه؟ قلت لهم قالوا لنا من غير ما يبعتوا لنا حاجه خالص ان ده دور واحد وعلى ملعب الخصم. قال لي معاك اللائحه القديمه؟ قلت له اه معايا اللائحه القديمه. اما جمعه الله يرحمه راح قال لي هاتها لي دلوقتي. جبنا اللائحه القديمه اللي هو مديهالي من اول السنه اتحاد الكوره. قرا اللائحه قال لي انت عندك حق انسحب من كل الماتشات. قلت له يا كابتن انسحب من كل الماتشات؟ قال لي يا كابتن انا بقول لك انا مجلس الاداره بقول لك انسحب من كل الماتشات، مش معاك اللائحه؟ قلت له اه معايا اللائحه. امسحب. انسحبنا اسبوع واحد، كل نوادي مصر زمالك ومقاولين وطلائع الجيش كله انسحب، والبطوله باظت. بمناسبه اللوائح اللي حضراتكم بتتكلموا عليها، ولان النادي الاهلي نادي مؤسس نادي مؤسسي، وبالتالي عندما يتخذ قرارا زي ما قلت لحضراتكم في البدايه، الناس اللي شايفه ان النادي الاهلي يعني رجع لعب بعد كاس الامم الافريقيه، انا قلت لحضراتكم السببين المهمين اعتبار وطني واعتبار قانوني وانتفاء السبب اساسا اللي هو اتحاد الكره اللي تقدم باستقالته، ومن قبلها الواجب الوطني على النادي الاهلي. الشعب المصري بالكامل محبط، محبط تقريبا، الشعب المصري ثلاث ارباعه او اكثر شويه هم جمهور النادي الاهلي، وبالتالي النادي الاهلي عايز يفرح جمهوره ثقه في لاعبيه في ذلك الوقت استكمل بطوله الدوري. هنكمل كلامنا عن كل هذه الامور، ولكن خلينا نطلع فاصل نريح حضراتكم شويه النهارده، انا عارف ان الحلقه تقيله كلها، ولكن كلها والله يا جماعه دي كلها كل المراسلات دي اللي حضراتكم شايفينها دي انا حبيت بس ان انا اوريها لحضراتكم عشان تعرفوا ان اللي بيحصل حوالينا ايه، وكيف يتم اداره كره القدم من قبل اللجنه الخماسيه، كلهم اصدقائنا بالمناسبه من اول الاستاذ عمرو الجناين لغايه اصغر حد فيهم، ولكن هم فين؟ هم فين في هذه الازمه؟ اذا ما كنتش عارف تحل ازمه استقيل. ده وجهه نظري على فكره، بعيد عن وجهه نظر اي حد خالص، لكن انا اذا ما كنتش قادر تحل ازمه مهمه وتهم ثلاث ارباع الشعب المصري، انت حر بقى من رايي ان انت تستقيل احسن، لان في الازمات زي ما الكابتن فتحي والكابتن بلال والكابتن ابراهيم اتكلموا في هذا الموضوع، الازمات جايه كتير. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع نكمل كلامنا مع حضرتك.